صباح الخير عليكم جميعا، ان شاء الله تكونوا بخير. انا دكتور مرتضى فتحي سعد. بعض الاخوان من المتابعين على الصفحه طلبوا مني ان انا اعمل فيديوهات قصيره سريعه، بحيث تكون شويه الرساله اللي انا عايز اوصلها تكون اسهل شويه من الكتابه للناس اللي بتحبش تقرا او الناس اللي بتحب تسمع بس يعني بسرعه. فانا الحقيقه قررت ان انا اعمل يعني سلسلة فيديوهات كده ان شاء الله سريعه كلها بسيطه جدا، حاول اوصل فيها الرساله اللي عايز اوصلها للساده المتابعين كلهم بصوره سهله وبلغه بسيطه، بحيث تكون سهله للجميع ان هو يفهمها النهارده. بس كده بسرعه عايز اقول لكم حاجه مهمه جدا في الجهاز الهضمي عندنا، اللي هو الفارق بين المرض العضوي والمرض الوظيفي، لان دي هنتكلم اكيد عليها كتير جدا، لان احنا دول مينلي او دول بالذات هم الامراض الكتيره في الجهاز الهضمي سواء يكون عضوي او وظيفي. المرض العضوي ده معناه الحاجه اللي ممكن تتشاف عن طريق المنظار، عن طريق السونار، عن طريق اشعه مقطعيه او الرنين المغناطيسي. يعني ايه؟ يعني مثلا قرحه، التهابات، تضيقات، اورام، دي حاجات العضويه. الحاجات الوظيفيه معناها ان التركيب العضو سليم، يعني اعمل مثلا واحد بيشتكي من الم في اسفل البطن مع انتفاخات مع امساك مع اسهال، اعمل له منظار قولون يطلع طبيعي. هل معناه كده ان هو بيتدلع؟ لا، مش بيتدلع، هو عنده حاجه اسمها مرض وظيفي، يعني العضو تركيبه سليم ولكن وظيفته فيها مشكله. انقباضات القولون مش بالريتم المطلوب ومش بالشكل المطلوب عشان خاطر تؤدي وظيفتها بالصوره التامه الكامله، وبالتالي المريض بيشتكي. مشكله المرض الوظيفي انه ملوش علاج شافي، لان غالبا ما بنعرفش سببه ايه، بس في ممكن ندي حاجات زي مسكنات. الامراض العضويه غالبا بيكون ليها علاجات قادره اما على الشفاء او على ان هي تخلي الوضع تحت السيطره. هنتكلم بعدين ان شاء الله بالتفصيل عن الحاجات دي، وهندي امثله يعني ايه مرض عضوي ومرض وظيفي، ولكن بس حبيت تكون دي يكون فيديو يعني انتدكشن او فيديو في مقدمه عن الموضوع اللي هنتكلم فيه المره الجايه ان شاء الله. السلام عليكم.